منا كلميني عن دورك في الملك يا فريده. الحقيقه الدور ده كان من اهم الادوار اللي انت عملتيها فعلا زي ما قلتي قبل الفاصل، وكان جديد عليكي وغريب عليكي. دي حقيقة. كلميني، ذاكرتي له ازاي رغم انها من الشخصيات الصعبه اللي في كتير من الفنانات لما اتعرض عليهم الدور بعد كده في مسلسل اخر كانوا مترددين. انا قعدت كتير قوي مع دكتوره لميس جابر واستاذ حاتم علي المخرج عشان نرسم الشخصيه. عموما يمكن انا فاكره استاذ حاتم علي كان طالب ان انا اروح من غير ميك اب الميتنج، فقال لي هتطلعي من غير مكياج في المرحله الاولانيه، وهو بيعمل دراسه جدول على انه الشخصيات تبقى شبه الشخصيات الحقيقيه، فيمكن ده كان ليه عامل اساسي. انا ما كنتش اعرف شكل فريده، ولكن حاولت اعملها انها تكون نفس ما مكتوب في كتاب. انا جبت كتاب اسمه ظالم ومظلوم، قريته كويس جدا، وحاولت يبقى ليها تاتشات بسيطه، يعني ان هي فعلا بتحب الرسم، يبقى عندها حاجه موجوده في الاوضه تخص الرسم، صور، فرش، حتى اختياراتها للالوان تكون محسوبة. فكنا حريصين قوي ان تبقى شكلها كأنها لوحة تابلو يعني طالع بالنسبة للمشاهد. مين اختارك في دور الملكة فريدة؟ استاذ حاتم علي. ما اندهشتيش لما جالك الترشيح دوت؟ انا اتخضيت، مش اصلا قلت له، هو قال لي انت عارفة جاية تعملي ايه؟ قلت له لا. قال لي انت بتعملي دور بطولة عندي، فعيطت. قلت له انا؟ قال لي ايوه انت بتعملي دور ملكة فريدة. فاتخضيت جدا وقعدنا وقت طويل، لان هو كان عايز يقعد معايا اكتر وقت ممكن يدرس شخصيتي، يشوف شخصيتي عامله ازاي. هو مخرج فظيع بصراحه، وقعد يكلمني في تفاصيل خاصه بالدور، ويمكن ده مشيت عليه. وهو حد هادي جدا في اللوكيشن وبيوصل المعلومه مظبوط، يمكن ده فادني. اصعب مشهد عملتيه في الملك فاروق؟ لا كتير، او يمكن مواجهتي بفاروق لما يعني بتهمه بيه في الخيانه وهو بيتطاول عليا بيضربني، وكان عندي مشهد الانفصال كان صعب لانه بمثل لوحدي وببعت له بوكي ورد لما بعرف ان هو بيتجوز. اتجوز يعني كان عندي مشاهد كتير صعبه.